رمضان كريم وليلة كبيرة مباركة إن شاء الله. Je vous souhaite la bienvenue à ce lancement de l'offre Thème Immobilier du Fidaï École du Maroc. إذن مجموعة القد الفلاحي اليوم تتقدم التطبيق ديالها مستامي اللي داخل في إطار المشروع الوطني اللي سموه بنك المغرب ولاينيغتي، وهو هذا المشروع ديال يعني الدفع الأداء بالتليفون بالهاتف النقال، وهادو صمموه باش يعني ينقصوا شوية من استعمال النقد ونشجعوا الادماج المالي. وحنا قد فلاحي تنحاولوا يكون عندنا مرتبه مهمه في هذا البرنامج اللي هو في الانشاء ديالو. كما تعلمون هذا المشروع مصوب اساسا للناس اللي ما عندهمش البطاقه البنكيه، اللي ما تستعملوش الخلاص الالكتروني، والاكثريه منهم يعني زبائن تاريخيين ديال قد فلاحي. اذا الجواب ديالنا هو تطبيق بسطامي، الجواب ديال قد الفلاح لهذا المشروع، واللي تيمكن من تحويل الاموال بين الاشخاص، وتيمكن الاداء عند التجار، وتيمكن اداء الفواتير، وهذا الشيء كله في الحين بطريقه الامان طبعا. والنمره ديال التليفون، مجرد نمره التليفون هي اللي تتصاوب هذه العمليات. وطبعا تطبيق بسطامي فيه مزيات اخرى، بحال مثلا فيه التيكيت الالكتروني اللي يمكن لك تشارجي ويمكن لك تامبريمي يعني تطبعو فوق ما بغيتي. كذلك الشخص اللي تتوصل بشي عمليه التطبيق تيعلمو مباشره بلا انك راه توصلتي بشي عمليه.